السلام عليكم. الفيلم ديالنا كيبدا في سيراليون مع سالومون اللي عايش في واحد القريه ناسها بساط ولا قد الحال. كانوا عايشين بخير ولا خير حتى لواحد النهار سالومون وولدو جايين من المدرسه وبانوا ليه العصابه جايين قاصدين القريه ديالو. مشى كيجري باش يعتق مراتو وولادو الصغار، ومع بدا كيهرب فيهم جات ليه العصابه وشداتو. العصابه ما كترحمش واللي شداتو قطع ليه يدي ولا كتقتلو. بداو بهم واحد واحد حتى جا الدور في سالومون باش يقطعوا ليه اليد. ويلا كان ناوي يهبط عليه غادي يوقفوا الشاف، قال لهم هاد الخاينه ديال تماره خاصنا نديو للمنجم يخدم، وركبوه في الكاميون ودوا للمنجم عامر بالناس كيعاملوهم معامله الحيوانات. نهار كامل هما خدامين بلا ماكله واللي دوا كيمسحوا ليه السبوره. وهاد البلاصه في سيراليون معروفه باغلى نوع ديال الديامون، وكيتسمى الديامون ديال الدم حيت اللون ديالو احمر، والثمن ديال اصغر وحده كيوصل ل 500 مليون. بداو كيقلبوا في الواد وكيجبدوا هاد خونا غيحصل هز بحيده صغيره وتم تسمروا ليه. سالمون بدا كيقلب في الواد حتى غادي يطيح في وحده كبيره وقدر تكون اكبر وحده كاينه في هاد القنت كامل. غادي يجمع ويطوي وخباها بين رجليه وغادي يقول الشاف بلي تزير وبغى يمشي يقضي غراض. ومع مشى بدا كيشوف فيها، يلا بدا كيخبي فيها غادي يحصلوا الشاف وغادي يقول ليه زيد راها. شويه جا العسكر ديال سيراليون وبداو كيلوحوا في القنبول حتى جات وحده في داك الشاف. سالمون غيستغل الفرصه وغادي يخبيها. جاو العسكر جيت سالمون وبدا كيطلب فيهم وكيغوت كيقول لهم ما تقتلونيش انا غير عبد خدام ماشي معاهم. وجمعوا كل شيء للحبس وجابوا داك الشاف مضروب في عينيه، وسالمون بدا كيدور في وجهه باش ما يعرفوش. قال ليه داك الشاف فين درتي داك الدياموند اللي خبيت؟ بغيتي ولا كراتي غادي نجيبه من عندك، وختا نعرف نقتل عائلتك كامله وانت بالك الاخر الدنيا غادي نجيبه. سالمون نكر وطمر معاه، قال ليه واش انت مريض؟ فين هي الدياموند اللي كتقول ليا؟ واش انا عندي شي دياموند؟ انا غبوفري بحالي بحال هاد الناس، وانت سببنا اللي تعديت علينا وديتي لنا عائلاتنا وشردتينا. هادشي كامل سمعو داني اللي كان عسكري ديال الميريكان في افريك، وكان خدام مع واحد جينيرال كيجيب الماس كيديه يبيعو في ميريكان. واحد النهار جمعت الحكومه عليه وداو ليه كلشي، وكان خاصو ديك الدياموند اللي عند سالمون باش يجيب الجينيرال وما يقتلوش. غادي يخرج سالمون من الحبس من بعد ما دوز جوج سيمانات وغادي يلقى داني كيتسنى فيه. قال ليه وريني فين مخبي ديك الدياموند وانا غادي نبيعها ونقسم انا وياك فلوسها. سالمون ما تسوقوش ومشى في حالاته. مشى لواحد البلاصه ديال المشردين وبدا كيقلب على مراته في هاد لا ليست وعيا ما يقلب والو. داني يبقى تابع سالمون بحال خياله وقال ليه عارفك كتقلب على عائلتك وانا مستعد نعاونك ولكن بشرط تعطيني الدياموند ونقسموها. سالمون يقبل وغيديه داني عند واحد الصحفيه باش تعاونو يلقى عائلته، وداني غيقول لها غنعطيك معلومات مهمه على دوك المهربين باش حتى انت تفضحيهم في الجريده ديالك. مشاو بثلاثه في الهليكوبتر وقدرات الصحفيه تلقى بلاصه العائله ديالو. سالمون ما طيقش ملي لقاهم وفرح ديال بصح حيت كان كيبغيهم بزاف. سالمون سول مراتو على ولدو ديا وقالت ليه باللي جاو داو العصابه وما بقاش لقاتو. العصابه كانت كتشد الدراري الصغار وكتدربهم على القتيله والاجرام، واي واحد فكر يهرب ما كاين غير العصا وكيبزوا عليهم اي حاجه قالوها لهم. والحاجه الخايبه هي كانوا كيعطوهم الغبره والفانيل باش يوليو بحال الروبوات واللي قالوا عليهم يديروها. سالمون كاع وجات واحد الهستيريا حيت ولدو ما كاينش، وجاو العساسه بداو كيضربوا فيه حتى جا داني وداه وبدا كيبرد فيه. سالمون قال لهم ولدي مشى ليا وانا درت معاك كلمه وخاصني نوريك فين مخبي الدياموند. داني غيقول ليه غادي نلقاو، ومشاو للكوان فين خباها وكانت حدا البلاصه ديال العصابه وصعيب يجبدوها بلا ما يشوفوها. داني قال ليه غنجيبوا طياره ديال جينيرال وغنضربوهم بالصواريخ، حاول تجيب ولدك. وصل الليل وسالمون دخل البلاصه ديال العصابه حيت ما غاديش يشكوا فيه باللي وكيبان واحد منهم. مشى عند ولدو وبدا كيجر فيه باش يهربوا. ولدو ديا كانت شاده السماكه ديال الفاني نساوش عنده بوه وبدا كيدفع فيه حتى جاو العصابه وشدوه. الغد ليه بغاو يعدموه واللي غادي يقتلوه هو ولدو. شويه جات الطياره ديال الجنرال وبدات كتفرشخ في الكوان كامل والاغلبيه ديال العصابه ماتوا. نزل داني والجنرال وقال له سالومون فين هي البلاصه فين خبيتها، وبدا كيحفر سالومون باش يجبدها لهم. داني ما بغاش الجنرال يديها ليه وكان ناوي يشفر عليهم ويهرب. دار واحد القالب للجنرال وبداو كيضربوا فيه وفي اللي معاه حتى مات كلشي. وشاد واحد القرطاسه في داني خايبه ديال الموت وبدا كينزف قرب يموت. واعترف لسالومون باللي كان ناوي يقتلو ويديها الدياموندا وقال لي اسمح ليا حيت انت اللي كتستاهلها وغادي نلاقيك بالصحفيه باش تعاونها يشدو دوك المهربين. سالومون قال لي ما عندي ما ندير بهاد الدياموندا وانا مستعد نهاونكم باش تشدوا هاد المهرب. داو الميريكان وقدروا يشدوا اكبر مهرب ديال الدياموند في افريك، وسالومون طلع هو البطل وكان الهم ديالو هو يعيش بخير مع عائلته كيف كان قبل. وهكذا قدر سالومون يرجع عائلته ويرجع الحياه ديالو كيف كانت. الى عجبتكم القصه ما تنساوش البارطاج، خليوا لي كومونتير زوين راني كنقرا كل شيء. اللي عنده شي فيلم زوين يدخل عند الميساجات يخليه ليا، دوز عندي اليوتيوب دعموني فيه. السلام عليكم.